مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، وما زلنا نتابع نبض الوطن. معنا من الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ مصعب عبد المولى. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصعب، مسؤول الشؤون القانونية في المنظمة وممثل السودان لدى المنظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفريقيا. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك، ونشكركم لاستضافتكم لنا في تلفزيون السودان الوطني. أستاذ مصعب، حدثنا عن دور منظمتكم في دعم القوات المسلحة والشعب في هذا العدوان الكبير من ميليشيا آل دقلو. منظمتنا الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفريقيا هي منظمة غير ربحية، وهي منظمة لها هدفان رئيسيان. والهدف الأول للمنظمة الدعوة إلى التكامل الاجتماعي للأفارقة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالهجرة والتوظيف والأعمال والسكن وإلى ما إلى ذلك. هدفنا الثاني هو الدعوة إلى الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان والتعليم الجيد في جميع البلدان الأفريقية. وكما ونريد أن ننوه بأن منظمتنا منظمة مستغلة في قراراتها، ونقوم بتحليل جميع قراراتنا بما نراه مناسب لكل وضع. ونحن لا ننتمي إلى أي جهة حكومية أو مؤسسة، فيما ذلك لا نتحرى دائما مواقفنا المستغلة. وبما يتعلق بسؤالك عن قوات الدعم السريع والمعروف أيضا بميليشيات الجنجويد، فدور منظمتنا كان واضح من البداية في هذه الحرب التي تسببت في مقتل أكثر من 9,000 شخص وإصابة أكثر من 12,000 جريح، وتم تشريد أكثر من 6.5 مليون شخص. ومن هنا نترحم على الذين فقدوا أرواحهم في هذه الحرب، ونتمنى عاجل الشفاء للمصابين. أما موقفنا عن قوات الدعم السريع اللي هي المعروفة باسم ميليشيات الجنجويد، فنحن نعتقد إنها ميليشيات إرهابية، ويجب إدراجها تحت وتصنيفها ميليشيات إرهابية بما تقوم به من أعمال قتل وتعذيب وتشريد قسري. هي انتهاكات وهي كبيرة جدا، يمكن انتهاكات كبيرة جدا بتقوم بها هذه الميليشيا. من هذه الانتهاكات أيضا الاغتصاب، ويمكن يعني في بعض التوثيق لهذه الجريمة الكبيرة. هل أنتم في المنظمة عكستم هذه الانتهاكات للرأي العام الأمريكي؟ نعم، لقد ترتكب ميليشيات الجنجويد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منذ عام 2003، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب والقتل والحرق العمد والتهجير القسري، وهي أعمال إرهابية. وكما نعلم، في ظل نظام الرئيس السابق عمر البشير، كانت ميليشيات الجنجويد مسؤولة عن الإبادة الجماعية التي حدثت في دارفور، والتي تسببت بمقتل أكثر من 300,000 شخص وفقا لمنظمة العفو الدولية. ومن المؤسف إن ميليشيات الجنجويد تواصل أعمالها الإرهابية، وفي الآونة الأخيرة منذ بداية الحرب المستمرة، وعلى الرغم من أن الأزمة السودانية حظيت بتغطية من معظم وسائل الإعلام الأمريكية كمثال CNN، واشنطن بوست، ونيويورك تايمز، إلا أننا نشعر بأن الرأي الجمهور الأمريكي ليس بدراية كافية بما تقوم به ميليشيات الجنجويد من انتهاكات ضد الشعب السوداني. ونلتزم ونحن ملتزمون بجلب
المزيد من الوعي للرأي العام. نعم أستاذ مصعب، قمتم بوقفات احتجاجية تبعثون فيها رسائل، مضمونها كان شنو؟ لقد عملنا بجد ليس فقط لجلب السودانيين في الشتات، بل أيضا في الشتات الأفريقي للوقوف ضد ميليشيات الجنجويد. وقمنا أيضا باحتجاجات سلمية في إنديانابوليس في ولاية إنديانا في يوم 18 نوفمبر، وقمنا أيضا باحتجاجات سلمية في العاصمة واشنطن أمام البيت الأبيض، وكان ذلك في 18 سبتمبر. ليس فقط لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ولكن أيضا لإدانة جميع التدخلات الأجنبية التي تدعم الحرب في السودان. وعلى وجه الخصوص قمنا بإدانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة تشاد لدعمها للميليشيات الجنجويد، ودعوناهم إلى التوقف فورا عن تأجيج الحرب في السودان. ويسعدنا أن الجالية السودانية والأفريقية قد أعربوا عن تقديرهم لعملنا ورغبتهم في دعم القضية.